ينضم إلينا المحلل السياسي عبد الغفار كرفاع عبر استديوهاتنا من مدينة الزاوية. سيد عبد الغفار، مساء الخير. حوارات سياسية كما تشاهد في بوزنيغا وأخرى في جنيف وقبل ذلك بتونس أيضا، لماذا هذا التشتت في الاجتماعات وإلى أين تمضي هذه الاجتماعات؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في تصوري ووجهة نظري أنها هي إعادة لنفس مسلسل الصخرات. لو رجعنا لمسار الصخرات نجده الآن يتكرر بالحرف مع اختلاف الشخص والشخصيات. مجرم حرب اللي هو أصلا المشروع الأساسي للدول الداعمة ليه هو دول محور الشر، أو حنكون صريح أكثر أغلب الدول الغربية كانت تريد حفتر، انهزمت عسكريا. فأقرب شيء لإنقاذ هي اللعب على الـ على الـ على الـ المسار السياسي. وطبعا والغريب في الأمر أنها نفس الفاشلين الذين ورطونا وأوصلوا حفتر إلى أسوار طرابلس هم نفسهم الآن يمثلوننا في حوار زنيقة. نعم، لكن سيد عبد الغفار أيضا هناك مسألة، يعني على الرغم من الحوار السياسي الذي صرحت أطرافه بوجود تقدم ملحوظ فيه وإلى آخره، هناك تحشيد عسكري أيضا على الأرض. هل هو عملية خداع؟ هل البرلمان تبرق يخادع حكومة الوفاق مثلا حتى يخادع الليبيين أيضا، أم أن هناك انقساما حتى في جبهة ما يسمى الكرامة؟ هم والله في تصوري ارجع اقول انها الموضوع موضوع مساله وقت، هي كسب وقت ومحاوله تشتيت الجبهه الداخليه لحكومه الوفاق. ولاحظنا الانقسامات اللي صارت في اليوم اللي فات والقرارات العشوائيه اللي يصدر فيها السيد السراج والقرارات الجدليه اللي يصدر فيها، كل هذه تسبب ربكه واشكاليه كبيره في معسكر الثورة ومعسكر الحكومة. فأتصور أنا المسار السياسي الآن كله عبارة عن لعبة سياسية لكسب الوقت ليس إلا. لأن إذا رجعنا إلى المنطقة سيد عبد الغفار، يعني الحاكم الفعلي والحاكم الذي عليه الصدق هو حفتر، لا أحد غيره. نعم، يعني نعم. إذا ربطنا بين وجود حوار سياسي وتحشيد عسكري على الأرض، وبين من جهة أخرى أيضا مظاهرات ضد حكومة تني وضد برلمان تبرق أيضا فيها عناصر بارزة من يتبعون لحفتر، يعني هل نحن أمام ربما انقسام في جبهة الكرامة بين برلمان تبرق وجماعة حفتر؟ لا أتصور ذلك، لأن التابع لا ينقسم على سيده من الأخير. في المنطقة الشرقية الحاكم الفعلي هو حفتر، والذين برلمان تبرق ثني حكومة ثني كلهم عبارة عن تابعين ينفذون ما يأمرهم بهم حفتر، والمظاهرات التي خرجت عبارة عن مسلسل، لكن ما يقال الآن مسرحية مكشوفة. طيب ماذا إذا ربطنا ما قلنا الآن قبل قليل، ربطناه مع ما يشاع بأن عقيلة صالح الآن تحت حماية روسية ولم يعد تابعا لحفتر، هل هذا صحيح؟ لا أستطيع أن نجيب على السؤال، لأن هي قد تكون معلومة يعني أمنية أو معلومة استخباراتية، أنا ليس لدي هذه المعلومة. ولكن لا أتصور أنها عقيلة صالح ينفع أن يكون بديل لحفتر أصلا بجميع المقاييس، سواء من ناحية القبول الشعبي في المنطقة الشرقية أو القوة على الأرض، فهو لا يمكن أن يكون بديل لمجرم حرب حفتر. نعم، المحلل السياسي عبد الغفار قرفاع كنت معنا عبر استديوهاتنا من مدينة الزاوية، شكرا جزيلا لك.